السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو معنا فيديو أشياء صراحة لأول مرة في حياتي جامد فيديو عن لو تشتركوا في القناة مسألة 100 مشترك واضغط لايك مسألة أكبر عن لايكات الفيديو. أوكي أنت بتشوف الفيديو انزل اشترك وشغل جرس التنبيهات يلا نبدأ الفيديو. معنا أول فيديو اتنين زبون السلة في بنك واحد زي هالفيديو بيزكم كوباية كل ويز ازاي كل كوباية بتنزل الكوباية بتاعتها. واو شكلها عامل ازاي. عن وقت بالليل راح كله نازل راح كله نازل مع بعض. دي بيلف الاسخان بيعمل عرض بص لف لفوق بعد كده ايه هيلف لتحت لفهم ازاي. بص هي العربية وقفهم ونقفهم من جهة البلياردو حتى السيارة نخان بص خبطتها وهي لسه بابا بص ورجعت وخبطت التاني ودي مش فهمت. واو سجاير دي لزق نوع من اللزق. واو شوف اللزق بتمنع ميه قد ايه هتلاقي دي نوع من اللزق جامد تلاقي نوع من اللزق دي جامد خالص. بص بحط تاني مش ولا نقطة ميه بتتشال. بص حط تاني بقى مش في ميه تشال بعد كده شايلها ميه هتنزل ايه تاني بعد كده حطها تاني بدل ما تغير البرميل ولا اي حاجة لا تجيب لزق وتلزق. دي بدون العمارة شوف ازاي واقف على الحبل بص بيزق الحبل وهو بيعمل مش بيحرك ايديه نعمل بيديه كده رايح جاي لا هو بيحطها بص بيدفع رجليه بعد كده بص هيروح طاير بالحبل ومدور التاني بيحطه تحت المصنع الشفاير. بص بدل ما واحد يشيلها ويوديها هناك لا يحطها في الأرض ويتزعف على واحد دي بيصلح الجزاز. شوف هو مبسوط ازاي الآلة ديت بص هو كان في أي كسر دي تصحيح على الماء نشوف كم واحدة عشان يساعدوا بعض وكده. شوف مع بعض بيفتح البلاء الرفيع اللي بيفتحها بيقطع حتة رفيعة خالص. شوف ازاي يعني شوف ازاي مش بيقطع كلهم بس واحد دي برضه نوع من اللزق بيجمع المية بس تلاقي نوع اللزق دي جامد خالص يعني جامد خالص. وصل المية بدفع رسالة كمان وصلها وركب في أي حاجة بس تلاقي دي نوع لازم دي جامد خالص وغالي. بص حطه تاني بص دي بتصلح أي حاجة أي ماسورة مكسورة بيجيب اللازم دي في المحاضرة دي بيطلع عامل زي سلايم سلايم بص عامل ازاي وواحد عايز يمس يلعب فيه في برضه بيقطع فاكهة نوع من الفاكهة وبيقطعه. واو عمال نقطع فيه دي مانجا دي برضو ايه دي بتاعت التفريم وكده تزيين العربيات دي لازم يكون فيه بخار هوا ساخن عشان تلزق. بص ده برضو ايه شغلانة صعبة برضو عشان ممكن يقطع حتة غلط تطلع يعملها من اول جديد لا بص بتاع صعبة دي بتعمل عربيات وكده انت بس عربيتك عايز تغير لونها تروح تعملها دي دباسة بتدبس على نظام قرطاس بندبس بنحطها بندبس على طول بندبس اهي بتفرم التلج بتفرمه. بص بتكسر ازاي بنسفه بنسفه بنسفه. بص بيطلع كمان دي بتنضف الاسمنت. بص الكترونية شوف معاه رمود وين ايه بيعملوا بالرمود على طول يروح جايبه من هو جاي. دي برضه بيطلع حاجة رفيعة نوع من الأكل بيطلع بره حاجة رفيعة. وعمال يقطع وعمال يقطع تجد نوع من الخشب دي خشب 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 دي خشب دي برضو تقتل الفحار تقتل بصنع منه نقول لا بصنع منه اي حاجة. بص دي بتاع بتلف وما جاي يمسكوا حاجة حادة زي ما جاي يرسموا عليها يجي يمسكوا حاجة حادة موز جاب موسى عشان ينعمها بيديه عند ده بقى يبقى رسم عليها دلوقتي بس شكله مش هيعمل رسم دي بنعينها وخليها جامعة. دي برضه نوع من اللزق الزيت الزيت في العربية الزيت الوسخ. شوف كده بقولك ازاي اللزقة بتعمل. بص حط اللزقة ولكن في أي حاجة بص دي بدل ما تغير التلج ولا تغير لا تجيب اللزقة وتحطها على طول ولا يحصل في أي حاجة ولا يحصل أي حاجة. بص دي ورينا برضه دي برضه يمكن نظام زي الطهي اللون اللون لون المبنى وانا ساعات تلون وكده
دي برضه بيصنع خشب ديكور، برسم ديكور دي بيبنيها يدوي مش آلي، فيها أشكال بتعمل بالآلة بس دي يدوي. دي لون برضه بيروح فين اللون ده؟ تاكل بالصفة ولا حاجة؟ وهي دي بقى دي شوفوها بيمشي عليه جبل في حبل وبيمشي بيمشي عادي ولا كان في أي حاجة. شوف بقى الموجع ممكن بقى يموت، طب واحد يبقى عايش لك وانت هيمشي، ايه دي يا ابني؟ دي برضه دي بتاعهم من الكعك اللي بتاعهم، واو عمال يقطعهم. دي برضه النحاس لون اللون دي بتاع البنات وكده، بتاع البنات شوف بتشيل حاجة جامدين من جواها، تلاقي في الجيم ولا حاجة بمصورة. دي بقى دي بتاعت لفت اي حاجه، لفت السجاد وكل اللي بيكون جواها. دي بتاعت شوف السكينه عامله ازاي، ملتويه سكينه ملتويه، بص عمال يقطعها. دي بقى بأكبر ماده ملونها، ملون اتنين فخار. شوف المشهد الاول اللي كمان يعمل فيه في الاخر عامل للخيزران، دي بتاع الخيزران مش عارف بقى بتستخدم فيه في علاج او في طهي او بتستخدموه في حاجه. الخيزران ده شوف السكينه حاميه ازاي، دي النحاس بتستخدم في مولدات الكهرباء وكده، بتستخدم في مولدات الكهرباء. دي بيصنع الطهي، الطهي ده بيصنع واقي وحاجات بقى من بين ده وحاجات عرفات وبرنات لحد يعني. شوف دي واو عامله ازاي، تلاقي دي سنايبر كمان. دي ورق، دي ورق، دي قطع. شوف بتعمل ازاي في الاخر، دي واحد بيجري له حلبة. شوف كل ما يجري كل ما يبدل اكتر بترتفع. دي برضه انواع من التمارين، برضه انواع من التمارين عشان يقدر انك تلف زي الفار كده، دي الفار بدون ما واو. دي برضه ملزق سبحة ملزقة اشكال بتاعت رمضان فانوس اي حاجة. عمال يعمل عمل دبدوب في الاخر، واو. دي نوع برضه من الزيت بس دي زيت ناشف، ونوع برضه من باع طهي ولا اي حاجة، دي زيت ناشف برضه وعمال يعمل. شوف دي برضه عامل زي نوع برضه من الاكل، واحد عايز واحدة زي دي يروح وكلها على طول وينسى اللي حصل.